نبقى مع المسرح ونذهب الآن إلى بيروت ومسرحية 64 لكميل سلامة المخرج والممثل المسرحي المميز الذي يعود لمسرح دوار الشمس من خلال هذا العمل الذي قام بتأليفه. أيضا يطرح سلامة أسئلة مهمة حول الأرقام ودلالاتها، بدأها بالرقم 64 المرتبط في أذهان الكثيرين بسن التقاعد في لبنان. أمضى 64 عاما من حياته راض على وضعه ومسلم لمصيره، لم يحرك ساكنا ليتمرد أو يحاول تغيير مسار حياته بطريقة أو بأخرى. فما كانت النتيجة؟ وما بكي؟ ليش بدك؟ انت قلت انه جوعت وخنقة عم اطلع على الهواء على الضوء، ليش بدك؟ الجواب في عمل مسرحي عنوانه 64، كتابة وإخراج وتمثيل كميل سلامة إلى جانب رولا بأصماتي وأدون خوري وهبة نجم. إلنا سكوت راضي ومهذب كمان. قررت ما قررت، هي أنا مشتاق، بس من الإيد مش ما في حدا عم يعرض لي يمثل لا مسرح ولا تلفزيون ولا سينما، وفي عند يعني حبيت مثل، مع أنه أنا من مبادئ أنه ما أكون مخرج وممثل بالمسرح خاصة، بس تشجعت لاني صار لي زمان ما طلعت على المسرح، تشجعت لانه الناس اللي حوالي شجعوني وقالوا لي ما تعت الهم، نحن بنراقبك، نحن بنعطيك الانطباع اللي لازم تلحقه، ولانه المجموعه اللي عم اشتغل انا وياهم كانوا كثير متواعين وكثير سلسين اتهمتك انك راضي من اول ما خلقت راضي، انت عن جد راضي او عامل حالك راضي؟ المسرحية هذه كتير إنسانية وفيها كتير بتشبهنا بمحلات، يعني بتصور أنه كل شخص رح يحضرها رح تعكس عليه بمحل، فالقصة كتير حلوة وكتير واقعية وكتير بتطرح تساؤلات علينا بالحياة، كيف منشوف حالنا وكيف منتساءل عن كيف منفكر بالدنيا وكيف تاخدنا الحياة. ليش ما بكيت؟ هي تعشوا يلي كثير مريح انه استاذ كميل بينطلق من الفرد من الممثل او الممثله ومن هون بيبني الشخصيه مع الاضافات اكيد من وجهه نظره من التكنيك، فالمريح انه انت ما عم بتكوني مش انت، عم بتكوني الممثله يلي بتقدر تتلقى شخصيات، وهذا الشيء الحلو. التشالنج انه كان هو مخرج وام ميمتون تشالنج ثاني انه هو معك على المسرح، يعني انت بصير عندك حشريه تعرف انه هو كيف شاف الشيء اللي عم يعمله، هيك هو كان بده عباله هيك عميل مقرر، اكيد هو مقرر كل شيء. في مره اعطيناه فرد تنتسلى قوس عميل على العدو، شو يعني؟ العمل الذي يعرض على مسرح دوار الشمس في بيروت يلقي الضوء على مواضيع انسانيه تحدث مع أي شخص، ويضع الأصبع على جرح المواطن اللبناني الذي عانى ويعاني من أمور عديدة في هذا الوطن. أنت عملوا فيك هيك وما بكيت من أول وجودك راضي، وهيدي تهمة، هيدي هي التهمة.